فيما تختفي الساحات العامة والحدائق نتيجة الزحف العشوائي للمجمعات السكنية أو ما يسمى محليا بالحواسم إلا القليل منها، فلم يكد أن ينتهي مشروع ساحة الطيران حتى ازدحم بالمواطنين والباحثين عن فرصة للهروب من الزحام إلى زحام آخر للترويح عن النفس. المكان كلش ضيق بالنسبة لمحافظة البصرة، يعني أكو أماكن يعني كلش واسعة، ليش ما يسوون بها يعني أماكن ترفيهية بالنسبة إلى لإقامة البازارات لإقامة المعارض، حتى البنات يسوقون منتوجاتهم أو يعني يكون إلها مردود دخل مادي تستفاد من عنده. أسوي أشياء خطعنا ليشربون أكيد يعني، وأنا عايشة بالبصرة وفرحانة وحلوة وعاقلة، ويعني أنا حلوة وعايشة وأحبها. في هذا المكان تجد معارضاً للكتب والفن التشكيلي ومهرجانات تسويقية ونشاطات أخرى. كان أيضاً للشباب نصيب من ساحة الطيران للتسامر وممارسة هوايات أخرى كالدومينو ولعبة المحبس. بدينا هنا معرض تشكيلي ضمنت 18 عمل فني، كل عمل فني يتحدث عن الواقع يعني الواقع العراقي، منها ضمن الفن السريالي، ومنها لوحات ضمنت الفن الواقعي، ومنها لوحات ضمنت الحداثة. مهرجان باسمه خيري أول بداية، بس رغم ما هو خيري هو أكثر لدفع الثقافة البصرية ونشر الثقافة للشباب البصري والوعي الإنساني. فيما تزدحم هذه الأماكن بالمواطنين خصوصا مع اقتراب أيام عيد الفطر المبارك لقلة المساحات الخضراء والحدائق والمتنزهات في المدينة. لقناة دجلة، حسن مظلوم، البصرة.